أين ذهب الجميع؟ رازي؟ منى؟ لقد تركوا الحلوى هنا. سأعثر على رازي ومنى، وبذلك سيدركان أنني أفضل وألطف الأصدقاء على الإطلاق. يبدو أننا سنكون مشغولين اليوم، سواء كان عطلة أم لم يكن. وصلنا نداء استغاثة هذا الصباح في قسم الإطفاء حتى الآن. إذا استمر الوضع هكذا، فلن نحضر احتفال الألعاب النارية. أتمنى أن نتمكن من رؤية الألعاب النارية. العمل قبل المرح، صحيح؟ أنت محق في هذا يا شهاب. أين اختفت السلة؟ أمي، هل غيرت مكان الحلوى؟ لا، ربما والدكما لم يقل لنا شيئا عن ذلك. ربما أراد أن يريحكما من عناء أخذها. راجي، هيا بنا نبحث عن أبي. ونبحث عن الحلوى أيضا. أنا من سيحمي المفرقعات النارية حتى الليل يا دحروج. وضعتها في حقيبتي، ويجب ألا أدعها تغيب عن ناظري أبدا. أراك متعبا يا جزار. ساهر، هذه أثقل سلة حملتها في حياتي كلها، حتى أنها ليست سلتي، نسيها راجي ومنى في المقهى. إنهما الولد والبنت الأكثر نسيانا لأغراضهما على الإطلاق. استرح قليلا يا جزار، سأذهب للبحث عن راجي ومنى. شكرا يا ساهر، أنت ألطف شخص رأيته. ودحروج أيضا. إذا لم تكن سلة الحلوى معك يا أبي، فمع من هي؟ آسف يا منى، ليس لدي فكرة. تركناها على الطاولة في المقهى. من أخذها يا ترى؟ إذا